نقوم ناكل العصيد الكل، بيت نحلم بالعصيد الحاصل ليلة كاملة وانا ماشية جاية، بلي كان عندنا جيرين يحبوا يجوا لدارنا ما يجي حد ويقربونا ما يجي حد، نحب نكل كملهم وحدي نكملهم وحدي لصحنا ما صحافي نتاع عمي بنين ما حشتيش الحاصل صحافي الكل ناكلهم انا في الدار. انت من الناس اللي امك تخبي عليك العصيدة؟ ليلي امي ما تخبيش عليا خاطر انا تعرفني كان انا ناكل في الدار العصيدة، يعني كيلو كامل يمشي لك انت؟ اكيد 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 امي تاخذه بالذمه الاميره والله ربي يفضلها لك. عايشك يفضلك ما عندك. عايشك. ايه احكي لي وقت لي امك تطيب العصيده انت قلت ريقده ما تعاونش؟ لا ريقده ونقوم كان باش ناكل وكهو معناها نعاونها كان تاع كفازات نتاع الفيك هذيك باش نمشي ناكل وحده في الصحفه وحده في فمي هذيك هي كيكه على الاقل زين انت صحابي. يا بنتي واحدة في فمي واحدة في الصحن ومن بعد الكل يمشوا لاميرة اكيد. دلل في روحك. بالطبيعة كيما ندللش روحي شكون باش يدللني؟ امي اكيد. ربي يفضلها لك. عايشك. ايه احكي لنا كيفاش شنيا تتلموا العائلة يجيو جيران ليه ما تجوش؟ ليه وحدنا نبقوا في الدار. ايه باش ناكلهم انا بالطبيعة ما نحبش الجيران يجوا، بلي كان عندنا جيران يحبوا يجوا لدارنا ما يجي حد. ويقربونا ما يجي حد نحب نكل كملهم وحدي نكملهم وحدي لصحنا ما يجيني حد ما يجيني حد. استنى سنين كلهم غالية العصير. غالية غالية كيلو زقوق ب 30 ليه الحق سامحيني السماية حد ما يجينا للدار حد ما يجينا للدار. هو اللي باش يجي يجيب لك صحفة كيف كيف وانت ترجع للصحفة ما ينقصوا لكش صحافي. ليه صحافي نتاع عمي بنين ما حشتيش ما كنت امي بنينه جوها به حد ما يجي ما تخليش عينيك كبيره. آه ليه عيني كبيره هي كبيره اكثر من اللي تتصور انت. يعني تحب تاكل وحدك؟ اكيد ما اخوتي ما ياكلوش نكملهم انا اذا العبيد ما طيبوش تقام شهينه. يتشهوا كملوا عيد الزقوق ومن بعد خذوا هكا شنين مفيد ما يجيوش من عندك. ليه حد ما يجيني سامحيني السماح وحدي باش ناكلهم. حد ما يجيك اخرجوا اخرجوا والله ما يجيني حد. تلقاك يجي نهار المولد تبدا تعس على الباب هو يدق وتي قلبك يبدا ديجا في الليل باش ناكلهم الكل يعني حتى كان باش يجي ما هوش باش ياكل سخونه نحطها في الفريجيدان ونعاد نخرجها وناكلها نسهر راس وهي سخونه تحطها في الفريجيدان نسهر عليهم اكها وناكلهم. يا بنتي انا طنجره مني للطنجره ناكل ولا بالمغرفه مني للطنجره حتى تقرب الحاصل متوحشه مع الماكله ما نلعبش مع الماكله ما نلعبش هدو بيكم تجوني. شنو طيبوا في المولد دبر العصيده؟ كهو عصيده شفم ماخر كهو ماكله يعني شنو هي العاده؟ كهو عصيده كهو نحن في دارنا امي كي طيب ملوخيه ولا عصيده رايتك ناكلوها الجمعه كامله شهر كامل امي بلي بدلي السيستيم ولا نحبها تبدل السيستيم راهي عصيده ولا ملوخيه انا ما نحبهاش ملوخيه ديجا في الدار ملوخيه هاني فاصعه انا من طو امي من يجي نفطر. كمل احكي لنا على العصيده ماله كي جمعة كاملة عصيدة عاد تساعدك انت؟ تساعدني اكيد اكيد خوتي ما ياكلوش ناكل كان انا وما يجينا حد بالطبيعة على الدار هكا هاو نسكر قولي على ما يجيهم حد برا. خرجوا عليا خرجوا نقول لهم حتى كان يجي طيبنيش والله ما طيبنيش العام هذا المرة الجاية ان شاء الله والله العام الجاي ان شاء الله العام الجاي زاد كيف تاريخ في دارك مش باش يجيك حد انت على لسانك يجيني حد امان ما يجيني حد فهمتوا من طو ما يجيني حد لا ضيف لا شيء لا ضيف لا شيء حتى رجلي يحب وما يحبش العصيده خلنا ناكلها انا ما نحبوش يحب الملوخيه زاده